نقول سيستماتكس. ما يمديك تناور باقي ما كملت الهرجة. حاول تطلق دائما منطقة الصفرة. طلق الشامة قبل شوية كان فيه كان بتودينا بس لحقنا انفسنا. هذا في هذا شكل هذا الوحش اللي يبغون نحارب هنا ترى الشابتر او الشابتر اللي بعده. هي قاعد تدورك وهي وانت قاعد تدورها. احنا منطقة معدومة الجاذبية. المنطقة هذه هنا عشان نقف عليها. في شيء هنا ما له داعي يبغى نقتله. هو شو صار ذي؟ يعني يفهم اروح هناك قدام تشتغل كهرباء. وريني عم بتتابع. انا ابغى الفلوس ما ابغى ايديه بس هناك. فين جان هذا؟ اوه هذا قريب هذا اسمع صوته. والله دخلنا في المجال. اي وينه؟ طب خلصنا منه. عرفني فخر لحظة صراحة. والله حتى انت بدأت توسوسين تقول شافت اخوه على الشاشة مراقبة واخوها الظاهر انه باقي في البيت ما جاء هنا. الظاهر حتى هي بدأت تجيها الوسوسة. طيب نرجع من محل ما جينا. كمان الكهرباء هذه يبغى واحد يطفيها. طفينا خلاص ما عم بيشتغل. والله انكم بصراحة يقولون هنا كيف تبون ننزل هناك وانا اصلا ماني شايف الدرب. بس كذا طيب اكيد يلا رجعنا. احنا الحين خلصنا من المنطقة هذه ورايحين الى المخزن حق الاكل. بس نطلع نطير هذا الوحش الموجود فيه اللي وزنه 10 طن اللي قبل شوية طلعت يديه من هنا. الطريق هذا ما يسمح حتى انك تناور. يعني جاك وحش من قدام عملك الوحيد انك تطلق عليه لين يموت. الله يستر. بس طلعنا الحين يعني تطشون قدامنا مليون نفر عشان ما نوصل. بس عشان اجتمع. اوه ضخيرة. والله هم عارف حاسبين حسابها وملعبين الذخاير. اسعافات كل محل.
but it was big and heavy. I'll report again when I know more. هذا الحين قاعد تعلمك انه صح ان في شيء كبير وجاف في مخزن الاكل وكبير وثقيل تقول يعني نفس الكلام اللي نعرفه عنه نعرفين حتى وزنه 10 طن واحنا الحين رايحين نتخلص من النفايات وزنها 10 كيلو طن لا والنفايات تهاجمك وتقتلك والله انتم قاعدين ترصدوا لي هنا اسف خيب ظنكم هذا فين يوضع الثلاثة يكون انهم يكونوا ميتين تحت هنا ميت ميت ما حد تحرك نستخدم الباور نود هنا هنجيب نطلع بيش طعنا واحد قبل شوي والله ما شكل شيء مليان كلش مليان كلش درج ميد باك لاين باك لاين باك وانا مديك تروح وترجع لها ثاني مرة ما عندك مشكلة يا شيخة وانت موسوسة وتوسوسين معك ابعد هناك بس طيب احنا بنبيع هذه وانا الظاهر اني بروح اجيب ال يمكن نحتاجها بروح اجيب الرصاص اللي تركناه هناك اللاين باك الظاهر ثنتين خلنا نرمي واحدة او ما شاء الله الرشاش مليان خلنا يمكن نحتاجه ذحين ودائما يقولك 10 طن وزنه الظاهر انه بنحتاجه راح نرجع راح نجيب الرصاص ونها نطور الرشاش في عندي باور نوت زايد خلنا الرصاص كله شوف ايش يفيدنا الباور نود هذا اللي اخذناه طيب بولس رايفل عندنا كباسيتي الحين الى المهمة الاساسية 10,000 طن نفايات. خلصنا الأكسجين والنيتروجين وضبطناه في السفينة وفتح لنا مخزن الأكل. نروح نشوف الفضيحة اللي جت في السفينة وش هي. أيوة وش لقيتي؟ قدام ما تروح نسمع. والله وشو؟ I'm going to the mining deck. I hear that's where survivors are gathering. Jacob, I'll wait for you there. وش شفتي؟ علمينا. هلا ذي بتلعب بعصابنا ذي. طيب نروح نشوف، احنا نتأكد ان احنا نشوف بعيوننا، والله وش هذا؟ طيب حطينا السم في الجهاز. قتلها طيب قتلها السم والله باقي حي حتى السم ما كفى اكيد لازم نخلص منه يعني لازم نقوم حنا بالشغلة الصعبة ايش هذا ايش هذا اوه ده كله اقول هذا شغل كثير لانسان كائن بشري اوف احو
كيف نجي هذي؟ قم 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 قم. هذه واحدة والله غش ظلمة صراحة. اطلع 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 طيب. على ما البزرف شيء على ما اكتشفت انا انه بعد ما تقوم بالضربة ابتز الجهة الثانية الطرف الثاني من السفينة نفسها من المحل هذا عشان تتفادى منها الضربة منها راح تكون مكشوفة لك. شوف هي راح تكون مكشوفة من الجهة الثانية وانت عاد تقص. اح وش ذا نسوي. ما ادري ايش المطلوب منه بالضبط يعني. لكن شغلة التقطيع دي ما هي صعبة. لهذه الدرجة. هو بس فمه هذا الظاهر لازم نخلق. ما معقول الكلام هذا يا اخي تروني ادمي انا. دمرناه والله ما ادري كيف لكن خلصنا منه. راح لا يردك اسري. Isaac, you did it. اكيد. Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. مات. Damn it. He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. لقوا محل يطلعون منه يقدرون يرسلون عند استغاثة من السفينة. لقوا مكان يقدرون يرسلون منه عند استغاثة للسفن الفضائية الثانية. خويا انهم على اساس انهم يقدرون يطلعون من المنطقة هذه. احنا نقول الفكرة غنيمة صراحة. من المحل هذا. اكيد الحين نبغى نرجع للمنطقه اللي جينا منها للترام سيستم حتى نقدر نروح نشغل البيكن اللي هو الجهاز حق الاستغاثه عشان نقدر نطلع من السفينه هذه. خلينا نشوف الستور نشوف الاشياء الزايده اللي اخذناها منه. والله نصرفنا هذا ننقص شال علينا بلاوي كثير. عبانا عبونا سعفات بس نرمي هذا نرمي هذا وهذا وهذا. اللارج باب كلها نرميها
كونتاكت كثيرة. نقلع هناك نرمي واحدة من حالة الرشاش بس كذا كويس كذا أنا أشوف كفاية. أكيد نطلع من هنا. وكان هنا هذا مسدحين ما أدري وين راح. أسانسير نرجع على الترام سيستم ننزل أخلص. إلى متى؟ طيب وصلنا. إيش هذا؟ إحنا لفينا هنا. هذا الترام سيستم وصلنا له. وبكذا نكون انتهينا من شابتر من هذا الشابتر اللي هو شابتر رقم 6 Environmental Hazard. إذا عجبك المقطع سوي لايك، وإذا ما عجبك سوي ديسلايك، واترك الكومنت تحت. هنطلع الكومنت إن شاء الله. في أمان الله، مع السلامة، نشوفك في الشابتر 7.